أنا شفت واحد حاصل على أعلى الدرجات العلمية يبدأ في تكبيرة الإحرام مع الإمام ويفضل يحاول يكبر تكبيرة الإحرام لغاية ما بتنتهي الركعة الأولى من الصلاة، ده كله لأنه قابل إنسان معقد فهمه أن النية لازم مع حرف الألف اللي هي بتاعت الله أكبر، وفهمه أن النية لابد أن تكون مخلصة لله، فالراجل فهم ان هو لازم يظل ورا نيته ويكبر لغايه ما يوصل لدرجه الاخلاص عند حرف الالف، ويفضل يكبر يكبر ومن غير ما يلتقط انفاسه ونفسه تلتقط الشرايين الاولى منه وتعقد له العباده، ويصبح ده مبرر للنفس الاماره بالسوء لتعذيب هذا الشخص. ولابد ان احنا نعترف إن الوسواس زاد في الثلاثين سنة الأخيرة، ونستطيع إن احنا نقول إنه من أهم مصادر الوجع عند كتير من الناس السبب فيه هو الوسواس. ولازم نعترف إن احنا عندنا ظهر عندنا جيش من المعقدين اللي في أوقات كتيرة بيخلوا التمسك بالسنن والهيئات في الصلاة زي التمسك بالأركان، فبيغيروا معالم الدين والعبادة بدعوى التمسك بالسنة، بالضبط زي الثلاثة اللي وقفوا على باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وكأنهم تقلوها فاعتبروها قليلة، فقال واحد منهم إني أصوم ولا أفطر، والتاني قال إني لا أتزوج النساء، والتالت قال إني أقوم ولا أنام، فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من راغب عن سنتي فليس مني، فإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم. حضرة النبي هنا بيكشف لنا عن أهم صفة ممكن نحتاجها في الوقت ده في حياتنا، اللي هي صفة إيه؟ النبي البسيط اللي مش معقد. واللي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد صفة أصيلة في حضرة النبي على الرغم من مكانته وعظمته وحسن عبادته وخشيته لله، فحضرة النبي نموذج عظيم للبساطة. حتى كان يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب، تخيل واحد جاي كده فلا يدري مين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. شفت البساطة؟ شفت قد إيه حضرة النبي بسيط؟ وكان دايما يردد إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فالعبادة بتعلمك إنك تتعامل مع الناس ببساطة وسهولة من غير تكلف ومن غير توتر، فتلاقي العبادة متنوعة ومبسوطة أمامك، تختار منها اللي تجد فيه قلبك، وكمان هتلاقي في استطاعتك إن الحقيقة إن صور البساطة في حياة حضرة النبي كتيرة وملهاش حظ. فما فيش مانع إنه يصحى الصبح حضرة النبي فيسأل على عندكم من طعام، فتقول للسيدة عائشة ليس عندنا طعام، فيقول إني صائم. شوف الأمور بسيطة إزاي عند حضرة النبي. وأحياناً يفضلوا بالأيام يأكلوا تمر وماء فقط ولا يوقد في بيته نار، بالشهور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل ده في بيته، وما فيش مانع إن هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخصف نهله صلى الله عليه وسلم. وبساطة حضرة النبي تظهر كمان إنه لما كان يصلي بالناس يستدير لهم ويستمع ليهم ويكلمهم ويسألهم عن أخبارهم ويطمن على أحوالهم ويتفقد غائبهم، وكمان يزور مريضهم. وتشوف بساطته صلى الله عليه وسلم لما يركب ما تيسر من الدواب، فرس يركب، ناقة يركب، بغلة يركب، حمار يركب، حضرة النبي يركب أي حاجة. وكانت من عاداته صلى الله عليه وسلم إنه هو برضو لما يجي يركب ياخد واحد من الصحابة معاه يركبه معاه، إلا إذا ما كانتش الصحابة دوت عنده دابة يركب بيها. وكان حضرة النبي يجالس الجميع بلا تمييز، يجالس الغني والفقير بلا تمييز، وأكثر جلوسه كان صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. حتى في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو إن حضرة النبي نهاهم عن التكلف وأمرهم بالبساطة. ولأن كلامه كان بسيط صلى الله عليه وسلم، كان واضح زي ما تقول السيدة عائشة، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. فلو احنا عشنا ببساطة حضرة النبي في حياتنا هنخرج من ديك الشعور بالضعف والهوان اللي بيكتفنا ويخلينا مش قادرين
ناخد أي خطوة في حياتنا هتلاقي الدنيا بسيطة، وأي حاجة ممكن تجزأها وتمشي وتقدر توصل للنجاح فيها، وأي حاجة بتعملها بلا حول ولا قوة إلا بالله ربنا بيسرها عليك. وكمان هتخرج من ضيق شعورك بفقد الأمل، لأنك هتعرف إن الأمور بسيطة وكل حاجة حلها عند ربنا اللي بيمدك بمدد وعلى الدوام. وهنا هتعرف حقيقة حلوة قوي، الحقيقة بتقول إيه؟ من أراد السعادة في الحياة والعبادة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عشقه وعيشه بالبساطة.